في مصر. خلال مباحثاتي مع الصديق العزيز وزير خارجية إسبانيا أكدنا وتطابقت رؤانا حول مزيد من دفع هذه العلاقات، رغم أنها علاقات متميزة بطبيعة الحال، ولكن هناك اتفاق على أهمية مزيد من تعميق وتطوير هذه العلاقات خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. بالتأكيد عبرنا عن تقديرنا لدور الشركات الإسبانية العديدة العاملة هنا في مصر في مختلف القطاعات، وعلى رأسها بطبيعة الحال قطاع النقل والسكك الحديدية وقطاعات أخرى كما في مجال الأدوية ومجالات الزراعة ومجالات التصنيع. واتفقنا على أهمية تحفيز هذه الشركات والشركات الإسبانية الأخرى على ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، أخذا بعين الاعتبار أن هناك بيئة مواتية للاستثمار هنا في مصر، وأن الحكومة المصرية اتخذت من الإجراءات في الفترة الأخيرة الكفيلة بخلق بيئة مواتية للاستثمار، وهناك فرص كبيرة استثمارية متاحة، ونحن نشجع الشركات الإسبانية على الاستفادة من هذه الفرص. اتفقنا سويا على أهمية تدشين آلية جديدة لدفع هذه العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال تدشين اللجنة الاقتصادية المشتركة بين بلدينا على المستوى الحكومي، وسيكون لهذه اللجنة التي سيتم تدشينها قريبا بالتأكيد دور هام للغاية في دفع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. أيضا تحدثنا عن مزيد من الاستثمارات الإسبانية في مصر، تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لتفعيل مجلس الأعمال المصري الإسباني وبما يمثله كمحفل وكآلية للتفاعل بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإسباني لمزيد من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها القطاع الاقتصاد المصري في العديد من القطاعات المتنوعة، إن كانت الصناعة أو الزراعة أو الرقمنة أو النقل أو البنية التحتية أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تحدثنا أيضا عن التعاون المشترك في مجال دعم التنمية، وأبلغني الوزير الإسباني على أن مصر تأتي على رأس الدول التي يولي الجانب الإسباني أهمية لها في الميزانية التنموية القادمة لإسبانيا للعام القادم، وهذا أمر هو محل تقدير من الجانب المصري ويعكس مدى عمق العلاقة التي تربط بين بلدينا الصديقين. تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا التي تهم البلدين، في مقدمتها قضية الإرهاب ومكافحة الإرهاب من جذوره، خاصة وأن مصر لديها تجربة رائدة وناجحة في مجال مكافحة الإرهاب. تحدثنا أيضا عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبالتأكيد كان في تقدير من الجانب الإسباني للأعباء الجسيمة والهائلة التي تتحملها مصر جراء استضافة حوالي 10 مليون ضيف أجنبي يقيمون على الأراضي المصرية. وتحدثنا عن أهمية مزيد من الدعم من الأصدقاء في القارة الأوروبية في الاتحاد الأوروبي لمصر حتى تستطيع أن تتعامل مع الأعباء الهائلة الخاصة باستضافة هذا العدد الكبير من الضيوف.
تحدثنا أيضا عن العديد من القضايا والأزمات التي تموج بها منطقتنا العربية وقارتنا الإفريقية. تحدثنا عن بالتأكيد القضية الأولى، قضية لب الصراع في المنطقة، وهي القضية الفلسطينية والأوضاع في المأساوية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. تحدثنا عن الأزمة اللبنانية والعدوان الإسرائيلي المستمر والممنهج على قطاع غزة وعلى لبنان. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الإفريقي. تحدثنا عن قضية المياه باعتبارها قضية وجودية بالنسبة لمصر، وتحدثنا عن الأمن المائي المصري. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في الصومال وأيضا الأوضاع بشكل عام في القارة الإفريقية وبصفة خاصة في منطقة القرن الإفريقي. وفيما يتعلق بالأوضاع الكارثية الحالية في قطاع غزة، يعني كان في تطابق في الرؤى بيني وبين صديقي العزيز الوزير خوسيه حول الإدانة الكاملة لهذا العدوان الإسرائيلي الممنهج والمستمر والذي الآن يمتد لأكثر من عام، والذي خلف حتى الآن أكثر من 150,000 جريح وقتيل، من كلهم من المدنيين الفلسطينيين من النساء والأطفال. تحدثنا عن الإدانة الكاملة لاستخدام سياسة التجويع كسياسة ممنهجة وكسلاح للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتهاك سافر للقواعد الخاصة بالقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني. تحدثنا عن الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون وغير قابلة للمساءلة، وأهمية أن يتحرك المجتمع الدولي لفرض إجراءات حازمة وعاجلة وفورية لوقف هذا العدوان وهذه الكارثة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، سواء الكارثة الإنسانية أو الكارثة الطبية، خاصة فيما يتعلق بتطعيم الأطفال في شمال قطاع غزة ضد مرض شلل الأطفال الذي عاد للأسف إلى القطاع نتيجة هذه الإجراءات الإسرائيلية الجائرة ضد الشعب الفلسطيني. تحدثنا عن الأهمية البالغة للنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بدون أي معوقات وبدون أي مشروطية من الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال. تحدثنا عن الأهمية للوقف الفوري لهذا العدوان. من جانبنا مصر تقدر الخطوة التاريخية التي اتخذتها مملكة أسبانيا، وهي خطوة محل تقدير واحترام من كافة طوائف الشعب المصري ومن الحكومة المصرية ومن القيادة المصرية ومن كافة الشعوب العربية والإسلامية والشعوب التي تؤمن بأهمية قيمة الحياة للإنسان، حينما اتخذت أسبانيا هذه الخطوة التاريخية بالاعتراف بدولة فلسطين، وجنبا إلى جنب ثلاث دول أوروبية أخرى نحن نقدرها، النرويج وأيرلندا وأيضا سلوفينيا. تحدثنا أيضا عن أهمية دعوة باقي دول العالم المتحضر أو على الأقل الذي يدعي التحضر أن يحزو هذا الحزب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وأن يكون لفلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. تحدثنا أيضا عن الرفض الكامل لكافة الإجراءات العدوانية التي يقوم بها المستوطنون بدعم من الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، سياسة تهجير الفلسطينيين من قراهم في الضفة الغربية هي محل إدانة كاملة واستهجان، ويتعين على المجتمع الدولي أن يكون له رد فعل حازم تجاه هذه التصرفات
المرفوضة شكلا وموضوعا. تحدثنا أيضا عن الأونروا وأهمية الحفاظ على وكالة الأونروا وإدانة كافة الإجراءات الإسرائيلية التي تم اتخاذها بمصادرة بعض أراضي ومباني وكالة الأونروا. تحدثنا باستفاضة عن الأوضاع في لبنان وإدانة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان الشقيق، وتحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لوقف هذا العدوان وفرض وقف فوري لإطلاق النار. أيضا تحدثنا عن الإدانة الكاملة لتهجير أكثر من 1,200,000 لبناني من منازلهم في جنوب لبنان نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر والممتد في لبنان. تحدثنا أيضا عن الأهمية البالغة لتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وفي مقدمتها الجيش الوطني اللبناني وتنفيذ القرار الأممي رقم 1701 وتعزيز ونشر الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني طبقا لقرار مجلس الأمن 1701. تحدثنا أيضا وأدنا بشكل مشترك هذا العدوان الهمجي من الجانب الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة، قوات اليونيفيل المتواجدة في لبنان، في خرق فاضح للقانون الدولي، وللأسف الشديد المجتمع الدولي ومؤسساته بما في ذلك مجلس الأمن يعني لا يحركون ساكنا ولا يتحركون لوقف هذا العدوان على قوات دولية أممية تابعة للأمم المتحدة في نهج غير مسبوق على الإطلاق ويستحق الإدانة الكاملة والرفض. تحدثنا أيضا عن قضية الشغور الرئاسي في لبنان وأن يكون هناك رئيسا توافقيا بقرار وطني لبناني بدون فرض من أي طرف خارجي، لابد أن يكون الأمر في يد الشعب اللبناني حتى يتخذ قراره وينتخب رئيسه بشكل توافقي وبعيدا عن أي إكراه أو فرض من أي طرف خارجي. تحدثنا أيضا عن تقديم الدعم إلى الشعب اللبناني الشقيق، ونحن نتحدث الآن كما ذكرنا في السابق هناك أسطول جوي مصري مستمر في الوصول إلى بيروت بنقل كافة مواد الإغاثة، مواد الإيواء، الأغذية، الأغطية، أيضا الأدوية، ونحن نتحدث هناك طائرة الآن ستصل إلى مطار بيروت استئنافا للجسر الجوي الذي تقوم به مصر لإغاثة أشقائنا وشقيقاتنا في لبنان. أخيرا وليس أخيرا تحدثنا عن الأوضاع في القارة الإفريقية، تحدثنا عن قضية المياه وأهمية هذه القضية بالنسبة لمصر باعتبارها قضية وجودية وأنه لن نقبل تحت أي ظرف أي مساس بالأمن المائي المصري. وأيضا تحدثت من جانبي على أن مصر لا يمكن أن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بحصتها المائية أو إحداث أي ضرر، وذكرنا مرارا وتكرارا أن مصر تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية وعادة خاصة إذا حدث أي ضرر. تحدثنا عن الصومال وأهمية الحفاظ على الوحدة الإقليمية للصومال وعلى سيادته والرفض الكامل لأي سياسات أحادية بما في ذلك هذه مذكرة التفاهم الذي المزعومة التي تم الإعلان عنها والتي قد تؤدي إلى المساس بسيادة دولة هي عضو في الاتحاد الإفريقي وهي عضو أيضا في الأمم المتحدة. تحدثنا أيضا عن الأوضاع الصعبة شديدة الصعوبة في السودان الشقيق وأيضا في ليبيا، أكدنا على
أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات، وهناك تثمين للجهود المصرية المبذولة والتي تجسدت في فتح معبر أدري لتدفق المساعدات إلى الشعب السوداني الشقيق. وتحدثنا أيضا عن الجهود المصرية المستمرة في السودان لوقف هذه الحرب، وأيضا العمل في البدء في عملية سياسية جامعة تؤسس لإقامة نظام ديمقراطي شامل في السودان يشمل الجميع بدون أي إقصاء. وتحدثنا عن الدعم الكامل لمؤسسات الدولة السودانية بما في ذلك الجيش الوطني السوداني. أخيرا وليس آخرا، فيما يتعلق بليبيا تحدثنا بشكل مطول عن الأوضاع في ليبيا، وأكدنا من جانبنا على حرص مصر على وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها، وأكدنا أيضا على الأهمية البالغة لسرعة أن تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية بالتوازي في أسرع وقت ممكن، وأن يتم العمل على توحيد مؤسسات الدولة الليبية في أسرع وقت ممكن، وبصفة خاصة المؤسسة الأمنية. هذا باختصار شديد ما دار. الوزير خوسيه تحدث معي عن استراتيجية جديدة أقرتها إسبانيا، هي استراتيجية إسبانيا إفريقيا، وتحدثنا عن الدور المصري في إفريقيا والشركات المصرية التي تقوم بدور مهم في القارة الإفريقية وفي دعم عملية التنمية في إفريقيا، وأن هناك إمكانيات للتعاون المشترك في تنفيذ هذه الاستراتيجية في القارة الإفريقية بما يعود بالنفع على أشقائنا الأفارقة. مرة أخرى أرحب بكم الصديق العزيز وزير خارجية إسبانيا، وأعطي لكم الكلمة الآن. شكرا على زيارتكم. Quiero agradecer en primer lugar al ministro de Asuntos Exteriores للوزير الخارجية المصري صديقي العزيز وزير الخارجية والهجرة والشؤون المصريين بالخارج السيد بدر عبد العاطي. شكرا على كرم الضيافة، ولقد التقينا في مدريد للتحدث عن حل الدولتين، وشكرا انني اتواجد للمرة الثانية هنا في مصر، وتحدثنا في المشاورات مطولة واجتمعنا حيث نوضح العلاقات الطيبة التي تجمع ما بين مصر وإسبانيا، علاقات قوية وأكثر قوة من ذي قبل، وهي في مرحلة تاريخية هامة فيما يتعلق بالصداقة، أو في لحظة حاسمة وهامة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط. بالنسبة لإسبانيا، مصر صديق، هي دولة حليف في البحر المتوسط، ونعترف بالدولة الهام التي تقوم به مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا. تحدثنا عن كل ذلك، ودائما أبدا نشكر الفرص التي تتاح لنا التي تسمح لنا أن نتعاون مع وزير الخارجية المصري ونتعاون ونتحدث عن الوضع الحالي، وسوف نلتقي في اجتماع قريب في برشلونة من أجل المتوسط، وهي سوف تكون فرصة جديدة للحوار لنعيد التفكير في السلام، التفاوض والتفكير في الوضع في الشرق الأوسط أمام من هناك من يفضلون الحرب ولا يرغبون في التفاوض معنا في مائدة التفاوضات. على المستوى السياسي، مصر وأسبانيا كما أدركنا نحن لدينا رؤية مشتركة، العمل معاً من أجل السلام، العمل معاً من خلال العمل في نقاط محددة. منذ 7 أكتوبر من 2023 عملنا معاً مصر وإسبانيا ومع عناصر فعالة أخرى من أجل وقف هذا التصعيد للعنف، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار في غزة، واليوم نطالب به مجددا حتى نسمح بإطلاق سراح كل الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الجسيمة والهامة التي هم في أمس الحاجة إليها.
من أجل الوصول للمدنيين في غزة. كذلك نعمل نعاني من أزمة لا مثيل لها على مستوى التاريخ، فبالتالي يجب إيقاف العنف. إسبانيا تعمل مع مصر، ونعترف بالدور الهام التي تقوم به مصر في الدور الوسيط التي تقوم به مصر، ونشكر سيادتكم على هذا الدور الهام من أجل تعزيز والوصول لاتفاق ما بين البحر المتوسط وما بين الدول العربية من أجل وضع حد لهذا الصراع، ومن أجل البدء في مرحلة الاستقرار، الاستقرار من أجل الوصول للحلول السياسية التي نعرف جيدا ما هي، والحل الذي الحل اعتراف الدولتين. ولذلك إسبانيا وضعت فوق، يجب علينا أن نفرض وضع الدولتين، وضع الدولتين يجب أن تكون دول قابلة للحياة، قابلة للحياة والأمان. إسبانيا وبالطبع واليوم نتقاسم مع مصر، لن نتنازل، لن نتلازم أبدا عن تطبيق حل الدولتين. وكذلك نعمل مع دعم مصر وأعضاء الشراكة الإسلامية من أجل أن نتقدم. نؤيد كل المبادرات الطيبة التي تقوم بها مصر من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل الدفاع عن الاستقرار في المنطقة، وهذا ما تعمل من أجله إسبانيا أيضا. وكذلك ندافع عن القدرة التواصل وفريق الاتصال التابع للدول العربية، ونشكر سيادتكم قدرتكم على التواصل والحوار مع كل العناصر الفعالة الفلسطينية وما إلى ذلك. مصر وإسبانيا نعمل من أجل الدفاع ومساعدة الشعب الفلسطيني، وهذا ينعكس على منذ يونيو 14 أطفال فلسطينيين سافروا إلى إسبانيا من أجل الحصول على العلاج الطبي في إسبانيا. كذلك أرسلنا 4 طن من المساعدات الطبية إلى مصر من أجل نساعد مصر في هذا المسيرة الإنسانية. اليوم العمل الذي نقوم به كما قلنا ذلك من قبل يمتد إلى المساندة لأونروا، هي وكالة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، من أجل مقاومة هذه الأزمة ومن أجل هذه 6 مليون من الفلسطينيين الذين موجودين في العديد من دول المنطقة. إسبانيا منذ 7 أكتوبر قدمت 43 مليون يورو لأونروا، وبالطبع نحافظ على الدعم السياسي من المستوى الأول في هذه الظروف التي تعاني بها الوكالة الأممية، تعاني من جهات متعددة. اليوم نؤكد مجددا، وكما قلنا ذلك أثناء الحوار، نؤكد على الالتزام مع لبنان، وأؤكد لسيادتكم أنها دولة ذات سيادة في الولايات المتحدة، في الأمم المتحدة عفوا، وبالتالي نطالب بوقف العنف ونطالب بتطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار ووقف أي هجوم ضد الحقوق الوطني، الحق ضد حقوق الفنور وضد حقوق اللبنانيين، وبالتالي ندين بشدة هذا إنه هجوم ضد الأمم المتحدة مباشرة، وهو هجوم ضد حقوق الإنسان. وبالتالي أؤكد مجددا أن هذا هو قرار من الأمم المتحدة. نحن مع لبنان وغزة أيضا التزمنا أيضا على تعزيز المساعدات من أجل أن لا تنتقل هذه الحرب إلى مشاهد وسيناريوهات أخرى في الشرق الأوسط. كما قال صديقي العزيز وزير الخارجية المصري، نقلت إليه النقاط الاستراتيجية من أجل أفريقيا، إسبانيا أفريقيا التي قمنا بتطويرها، وبها مصر تلعب دورا رئيسيا بسبب الدور الهام الذي تقوم به في منطقة في أفريقيا. كذلك حبيت أن أعرف رؤية مصر في المنطقة على دول الجوار، وكذلك الموقف في الدول مثل السودان التي تؤثر لها، ونعترف بالدور الهام التي تقوم به مصر والضغط الذي يقع على مصر فيما يتعلق باللاجئين، وأوروبا ملتزمة بأنها تساعد مصر حتى تتمكن من أن
تستمر في مسيرتها. كذلك فيما يتعلق الحديث عن أفريقيا يعزز من علاقتنا ويعزز من علاقتنا على مستوى القارة الأفريقية. كذلك قمنا بمراجعة العلاقة الثنائية ونقلت إلى سيادته دعم الدولة الإسبانية والمساعدات الماكرو اقتصادية في وفي إطار هذه الثقة نرى أن الأرقام عدد الشركات الإسبانية في تزايد. نتحدث الآن عن حوالي 40 شركة يعملون هنا في مصر وبالتالي يطورون جزء هام من النشاط الذي يكونون به في مصر وبالتالي هناك فرص للعمل جيدة سواء في مجال النقل والمواصلات ولديهم دعم من الحكومة الإسبانية وكذلك يساعدون على تطوير البنية التحتية الإسبانية. على سبيل المثال لدينا الأعمال تطوير خط 12-2 في مترو أسبانيا فيما يتعلق بشركة كاف وكذلك الحصول على 7 قطارات من تالجو شركة كالتو والتي سوف تكون مسؤولة عن صيانة هذه القطارات على مدار 15 سنة القادمة. هذه العمليات الكبيرة فيما يتعلق بالقطاع النقل ما هي إلا انعكاس لل لما نقوم نتحدث عن 700 مليون يورو معظمها من الحكومة وكذلك هناك مساعدات تقدم من أجل تطوير هذه الشركات. التعاون أيضا بالإضافة للمستوى الاقتصادي والتجاري أيضا يشمل التعاون من أجل التنمية وبالتالي مصر بالنسبة لإسبانيا هي دولة ذات أهمية في الخطة العمل 2020-2024 الإسبانية وهذا ينعكس بدوره على التعاون الدائم في مشاريع ذات أهمية بالتعاون من أجل التنمية والتي تضاف عنها الأيسيد وكالة التعاون الإسبانية. هم 29 مشروع مثل المشاريع المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، التغير المناخي، حماية وتطوير المياه وتنقية وتحليل المياه. كذلك هناك مشاريع أخرى مثل هامة ذات أهمية لأن أعترف بأهمية المياه بالنسبة لما هي مسألة حياة وبالتالي علينا أن ندافع عن هذا القطاع. هو قطاع عمره على مدار 10 سنوات السابقة هو قطاع ذات أهمية بالنسبة لإسبانيا ولكن بسبب حيوية المياه حاليا بالنسبة لمصر سوف نضاعف المساعدات في هذا المجال. كذلك سوف فيما بعد مع وزيرة التضامن ومع وزير الخارجية سوف نقوم بافتتاح مشروع السيدات الرائدات المصريات والذي نقوم بتدعيم مع مساعدة وزارة الخارجية ووزارة الخارجية المصرية نقوم بتقديم كل الدعم له. وأخيرا وليس آخرا كذلك تحدثنا عن أهم كيف تقوم أسبانيا سوف تستمر داخل الاتحاد الأوروبي لتطوير العلاقات الاستراتيجية ما بين أوروبا ومصر وسوف كذلك نقدم من أوروبا نقدم كل المساعدات في كل الإصلاحات الاقتصادية في هذا المجال وبالتالي لأن مصر بالنسبة لإسبانيا هو شريك هو صديق من الدرجة الأولى. تحدثنا كذلك عن أن مستوى العلاقات تطوير هذه العلاقات ورفع هذا المستوى هو صديق وحليف من أجل السلام ومن أجل الاستقرار في المنطقة. هي دولة صديقة التي نرغب في أن تزداد العلاقات الوثيقة التي بالفعل تربط ما بيننا على كافة الأصعدة ونأمل أن نلتقي قريبا في مدريد والرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا في مدريد. شكرا جزيلا لكم. muchas gracias abrimos. معالي وزير خارجية سؤالين معالي وزير خارجية إسبانيا. السؤال الأول أستاذة سوزي جنيدي أهرام العربي. شكرا. سؤالي لكلا الوزارين إذا أمكن بعد إذنكم حول أهمية التوصل لوقف إطلاق فوري نار فوري سواء في غزة أو في لبنان من أجل وقف توسعة مجال الحرب إلى حرب إقليمية وأيضا النقطة الأخرى ما هي إمكانية تطبيق القرار 1701 الخاص بلبنان على أرض الواقع في لبنان حاليا. شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. وقف الإطلاق النار الدائم والفوري في غزة
والوصول إلى وقف إطلاق أيضا في ليبيا هو طلب طلبنا به نقوم به منذ اللحظة الأولى. نطالب هذا العنف وهذا الحرب الذي بدأ في البداية في قطاع غزة والآن انتقل إلى لبنان. نحن نتحدث عن دولة ذات سيادة. القوة العسكرية لا تضمن الأمان لأي أحد وكلنا نعلم جيدا الحل. أين الحل؟ الحل نهاية من أجل الحصول فيما نرغب عليه وهو السلام والأمن والاستقرار من أجل كل الدول الشرق الأوسط وأيضا من أجل الشعب الإسرائيلي. كل ما نقوم به نحن من خلال إسبانيا أيضا يضمن الحقوق والمطالبات الشرعية من أجل الأمان من قبل الشعب الإسرائيلي. ولكن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الآن. هذا ما يحدث الآن في ضد المدنيين، الهجوم على المنشآت الأساسية، كل هذا ضد حقوق الإنسان. وبالتالي يجب أن نقف هذا الوضع ويجب أن نسمح بوصول المساعدات الإنسانية. مساعدات إسبانية، إسبانيا ضعفتها في ثلاث مرات منذ بداية الحرب في غزة. كلنا نعلم جيدا أن الإسرائيليين والفلسطينيين تحدثنا مرارا وتكرارا وتفاوضنا في هذا، وكلنا نعرف أن السلام ضمان السلام، ضمان أن هذه هي آخر مرة ليحدث هذا. السلام من أجل الفلسطينيين ولكن السلام أيضا من أجل الإسرائيليين لن نحصل عليه حتى نحصل على دولة فلسطينية قابلة للحياة ويكون لها عاصمة في القدس الشرقية ويكون لها ميناء في غزة ويكون بحيث نضمن الاستقرار والرفاهة. وكل هذا يعني أنه يجب أن كل الدول العربية تستمكن من تحسين العلاقات أيضا مع إسرائيل، وكل المسائل موجودة من أجل الحصول ما بين لبنان وإسرائيل استقرار. أيضا نعرف أين هو الحل، وكلنا نعرف أن علينا أن نقدم الدعم للبنان في هذه المرحلة الحاسمة. إسبانيا قامت بذلك، إسبانيا زادت 30 مليون يورو المساهمات التي تقدمها، وكذلك على المستوى الاتحاد الأوروبي نعيد التفكير في إعادة مساعدة الجيش الإسباني، المؤسسة العسكرية الإسبانية، بحيث أن يكون لها وجود فعلي جنوب لبنان وأن نضمن سيطرة إسبانيا على أراضيها والسيادة اللبنانية على أراضيها. وبالتالي جيوش في نور لن تنسحب. الآن هي تحت قيادة قائد إسباني، والآن نحن نعمل ونطلب بشكل واضح ومباشر من إسرائيل أن تقف الهجمات ضد فينولا التي هي ضد حقوق الإنسان، وأن لا تتدخل فيما يتعلق بقوات السلام لأنها تعمل من أجل سلام كل الشرق الأوسط. شكرا على هذا السؤال، وأنا بتفق مع ما ذكره الصديق العزيز وزير خارجية إسبانيا أن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام لأي دولة، ولدينا من دروس الماضي في هذه المنطقة الكثير والكثير حتى نقتنع بأن أيا كانت القوة التي نصل إليها لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام ما لم يكن هناك إرجاع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فلا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية. الجهود المصرية مستمرة بطبيعة الحال لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في قطاع غزة أو في لبنان، ووقف الاعتداءات أيضا في الضفة الغربية. هذه الجهود لن تتوقف. استضفنا مؤخرا كما تعلمين وفدي حركتي حماس وفتح حتى نستطيع التحرك فيما يتعلق بالأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتحقيق الحد الأدنى من التفاهم بين الفصيلين الفلسطينيين تحت رعاية وإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. تحدثنا أيضا عن الاتصالات المكثفة التي نقوم بها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، اتصالاتنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع دولة قطر، أشقائنا في الإمارات،
أيضا في الأردن، اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، مع الجانب الفرنسي، مع الجانب الأسباني، مع الاتحاد الأوروبي. أيضا كما يعني كما تعلمون هناك زيارة غدا لوزير خارجية إيران، سيزور القاهرة، وهذا يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد ومنع التصعيد والعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. الجهود المصرية لن تتوقف. وفيما يتعلق بالقرار 1701، بالتأكيد هناك بيئة مواتية، الظروف مواتية تماما لسرعة تطبيق هذا القرار الأممي على الأرض. المهم هو توفر الإرادة السياسية خاصة لدى الجانب الإسرائيلي لنشر الجيش الوطني اللبناني. لابد من الوقف الفوري لهذا العدوان، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار على لبنان وفي الجنوب اللبناني حتى يمكن البدء فورا في تنفيذ هذا القرار. تحدثت أكثر من مرة مع رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي ومع القيادات اللبنانية والحكومة، حكومة تصريف الأعمال الحالية، هي قالت أنها مستعدة والجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بشرط وقف إطلاق النار وحتى يتم تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية. شكرا. سؤال آخر، وكالة الأنباء الأسبانية، مستر ألفيرو. Sí, hola, muy buenas tardes. Álvaro Mellizo. زرت أكثر من مرة المنطقة وتحدثنا مع الأصدقاء ومع الدول الحليفة، وهناك الكثير من المسائل التي نتقاسمها فيما يتعلق بالسلام. فيما يتعلق في إسبانيا المسألة أكثر صعوبة، فما هي الخطوات التي يمكن أن نقوم بها من خلال إسبانيا فيما يتعلق بالأصدقاء والحلفاء الأوروبيين الذين لا يتفقون معنا اتفاق كلي فيما يتعلق بالحلول التي تقدمها إسبانيا ومصر من أجل حل هذه المشكلة؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا على هذا السؤال. المبادرة الرئيسية التي قامت بها إسبانيا والتي عرضناها على المائدة هي مؤتمر السلام، والتي ومعنا 90 دولة مؤتمر السلام. هذا يجب أن يكون هو الإطار حتى يوم يقف التعاون، يجب أن يكون الإطار من أجل أن نجد حل الدولتين، من أجل أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة ودولة إسرائيلية أخرى. هذا هو الهدف من اللقاء الذي قمنا به والذي كان فيه في مدريد 13 سبتمبر الفاضل و 28 أكتوبر في الاتحاد من أجل المتوسط. سوف نعيد الحديث عنها فيما مع المصريين والمسلمين والأوروبيين فيما يتعلق بهذه المسألة. كذلك هناك حوار ونقاش أكثر أهمية فيما يتعلق بالتحالفات. كذلك رئيس الوزراء ورئيس وزراء إيرلندا أرسلوا خطاب من أجل الممثل السامي، وخلال الاجتماع القادم الممثل سامي قال أنه سوف يدرس هذه النقاط وفقا لحقوق الإنسان، ما هي الإجراءات التي يمكن أن نتخذها من خلال البحر المتوسط الوصول إلى حلول ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تم فرض العقوبات من طرف إسبانيا، كذلك تم فرض عقوبات للمستوطنين الذين يعوقون هذا حل الدولتين، وكلنا علينا أن ندافع كما قمنا به يوم الاثنين السابق. كلنا علينا أن ننقل ونقول ونقدم الدفع ونقدم الدعم لأونروا، لأن هي وكالة أممية غاية في الأهمية من أجل اللاجئين الفلسطينيين. وكذلك علينا أن نقدم الدعم لفينول أو
في لبنان للقوات حفظ السلام في لبنان. كلنا نتفق أن المؤسسة العسكرية لوحدها لن تتمكن من فرض السلام ولا الاستقرار لأي شخص في الشرق الأوسط، وبالتالي لن نتنازل أبدا عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين. أسبانيا وأنا بصفتي الشخصية كوزير خارجية لن أتنازل عن حل الدولتين، فالحرب ليست هي الحل من أجل الحياة، ليست هي أسلوب حياة. الحل الوحيد أمامنا هو حل الدولتين من أجل وجود ناجد حل سليم. دعني صديقي العزيز أن يعني أضيف إلى ما ذكرته. أولا أنا أتفق تماما مع كل ما ذكرته، وبنعيد التأكيد على تقديرنا الكامل للمواقف المبدئية لإسبانيا وإنحيازها دائما إلى جانب المبادئ وإلى جانب القانون الدولي وإلى جانب ميثاق الأمم المتحدة، وهذا محل ترحيب وتقدير من جانب مصر ومن جانب الدول العربية. ولكن يعني ما ذكره ممثل وكالة الأنباء الأسبانية من هذا الانقسام الموجود في الموقف الأوروبي هو بالتأكيد يبعث برسائل خاطئة، رسائل خاطئة لإسرائيل وإلى الرأي العام في منطقتنا. هذا الانقسام ووجود بعض الدول التي ترفض اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة للتعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي الممنهج، هو يعني قد يتم تفسيره من الجانب الإسرائيلي بأن هذا شيكا على بياض لكي يستمر في هذا العدوان. ولذلك توحيد الموقف الأوروبي مهم. هذا الانقسام أصبح غير مقبول وغير أخلاقي أن يستمر، كما أن هذا الانقسام أيضا يبعث برسالة خاطئة إلى الرأي العام المصري والعربي والإسلامي والرأي العام في الدول المتحضرة بأن هناك نفاق دولي وأن هناك سياسة للمعايير المزدوجة. حينما يكون الأمر في أزمة مثل الأزمة الأوكرانية يكون هناك مواقف واضحة وحازمة، وحينما يأتي الأمر إلى قضايا منطقتنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان نجد هناك تخاذل من المجتمع الدولي، وهناك بعض الدول التي ترفض إدانة هذا العدوان الإسرائيلي وترفض اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة وفقا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن. فبالتالي يعني هو أمر يدعو للأسف الشديد، ونأمل أن يكون هناك اتفاق وتوحيد في الموقف الأوروبي حتى تكون هناك رسالة موحدة للجانب الإسرائيلي بوقف عدوانه اليومي الممنهج. شكرا. ناخذ سؤال آخر. جريدة الأخبار أستاذ إبراهيم مصطفى. سؤال مع الوزير الدكتور بدر عبد العاطي. منطقة شمال غزة تشهد أوضاع مأساوية على الصعيد الإنساني في الأيام الأخيرة، ما التحرك الدولي المطلوب في هذا الشأن؟ شكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت أن في مسؤولية دولية، في مسؤولية دولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات. أهالينا في قطاع غزة في مناطق مختلفة سواء في شمال القطاع أو في وسطه يعانون الكثير بسبب هذه الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل واستخدامها لسياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب. ده أصبح يعني هذا الأمر لا يمكن التسامح معه، يعني لا يمكن قبول استمرار هذه الكارثة الإنسانية. كلنا نشاهد صورا مأساوية تدمي القلوب لأطفال فلسطينيين يعانون من النقص الشديد للتغذية ويعانون من الأمراض المترتبة على ذلك، ويعانون أيضا من بعض الأوبئة، وعلى رأسها للأسف الشديد عودة مرض شلل الأطفال ووباء شلل الأطفال إلى القطاع. يعني مصر لن تألو جهدا ولن تتوقف عن جهودها في الضغط والضغط المستمر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لفرض نفاذ كامل
وغير مشروط لهذه المساعدات. الشاحنات للأسف الشديد موجودة عند المعبر وتمتد إلى عدة كيلومترات بسبب هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي الإنساني واستخدام التجويع كسلاح في هذه العدوان الجائر ضد شعب مدني. فلا بد من وقف ذلك، لا بد من مواقف حازمة وواضحة ليكون هناك نفاذ كامل وغير مشروط للمساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الموجودة حاليا في القطاع. وهناك أفكار بيتم تدرسها في هذا الأمر، هناك أفكار مع التحرك مع المجتمع الدولي مع المبعوثة الأممية إلى الخاصة بنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة السيدة سيجريت كاخ. احنا على تواصل هناك معها بشكل دائم، وهناك بعض الأفكار والمقترحات المحددة وجاري العمل على تنفيذها بمشاركة وبتعاون من المجتمع الدولي. شكرا. سؤال أخير من الجانب الأسباني، اتفضل استر أقول. Buenas, Raúl. صباح الخير راؤول من إف. سيادة الوزير، هناك أصوات تنادي بمقاطعة إسرائيل، بويكوت لإسرائيل، عدم السماح بدخول إنفاذ الأسلحة بسبب العنف الذي نعاني منه في قطاع غزة وفي لبنان. كذلك هناك أصوات تطالب من إسبانيا ومن مصر تطالب بالشراء، عدم السماح بوصول الأسلحة الإسرائيلية. هل هذه الاتفاقيات تجعلنا نصل للسلام؟ شكرا جزيلا. الوضع الإسباني هو وضع واضح من 7 أكتوبر، لن نسمح بتصريح متعلقة بالأسلحة حتى لا تصل لإسرائيل. نحن نعتقد أن في الشرق الأوسط نحن لسنا في حاجة الأسلحة، نحن في حاجة إلى الحوار، نحن في حاجة إلى السلام، وبالتالي هذا هو الموقف الذي نحن ندافع عنه كما قلته من قبل والعديد من المرات في أمام رئيس الوزراء. قلت أن لا نسمح بوجود تصعيد للعنف، ولا نسمح بوجود ولا بتحميل أي مراكب سوف تذهب في الآخر لإسرائيل. فالوضع الإسباني هو وضع رائد في هذه وضع رائد في هذا السياق. نحن هذا الوضع كان منذ 7 أكتوبر، وبالتالي نحن الآن لا نسمح بوصول أي أسلحة من إسبانيا، ولكن لا نسمح أن يمر عبر إسبانيا. إنجاز القول. شكرا جزيلا. أريد أن أعقب على ما ذكرته. بالتأكيد إحنا نحن نقدر موقف إسبانيا، هذا الموقف المبدئي. لا تستقيم الأمور أن تستخدم الأسلحة في قتل المدنيين الأبرياء، هذا أمر مرفوض تماما. ودولة تستخدم سياسة التجويع ونقدم لها أسلحة لقتل المدنيين، هذا أمر يعني يعكس التناقض الموجود حاليا في المجتمع الدولي. وبالتالي لابد من العمل على الضغط بكل الوسائل الممكنة أيا كانت لوقف هذه العدوان وهذه الحرب الجائرة، والعمل بدلا من تدفق السلاح في العدوان نعمل على تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية التي الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية في أمس الحاجة إليها، وأيضا في لبنان الشقيق. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا.